هي أخبار طبعا إحساس يعني طيب، وخبر كان مفرح بالنسبة لي. بالنسبة لأماتهم الشماليات حرمة من جنسية 5 سنة تقريبا. عطل ابنانا من المدارس وحرمهم من التعليم مدة 5 سنة، وعندي حس 3 أبناء ما عندهم شهادة بتاعت تسنين، وأنا حرمت من العمل مدة 5 سنة. يعني إنسان عايش بلا هوية بدون وطن بدون